الله تعالى وبركاته. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم راح ندير لكم كسكس بالكابويا بالقرع الأحمر اليقطين كما يقولوا له باللغة العربية. مقادير بسيطة ويجي بنين بزاف، وطريقتي يعني سهلة مبسطة. هنا في طنجرة في القدرة تاعنا عندي قطع من الدجاج على حسب أفراد العائلة اللي عندك. عملت كذلك توم، هايك توم، وعملت زوج بصلات كبار لأني يحب البصل باش تجي المرقة خاطرة. وعملت ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة. عملت هنا قطعة تاع الكابويا قطعتها هكذا مكعبات كما راكم تشوفوا فيها. وعندي زيت، درت 3 ملاعق تاع اكل زيت، وهنا ملعقه كما راكم تشوفوا ماشي معمره تاع سمن. وكي ديروها باللحم نقصوا لها لان اللحم فيه الميدان. وعندي كذلك هنا فلفل اسود، فلفل اسود، عندي ملح، نديرو كلش بارد في بارد ملح. ندير كذلك عندي هنا 3 حبات طماطم متوسطة الحجم، وكما راكم تشوفوا هنا عندي حبة حار، وعندي الكابويا، وكذلك ندير لها شوية حميصة يعني مازال ما جبتهاش. نخلطو كامل هكذا البصل والثوم والزيت والسمن، ونروحو نحطوه على النار يتقلى على نار هادئة هكذا. علاش درنا هادية؟ درتها هكذا باش تذوبلي وتطلق البنة تاعها مع هذيك نحطها، لان هذه لازم نحافظ عليها ما نخليهاش طيب بزاف. في كسكس اللي تخليها طيب كامل طيب كامل مليح وترحيها، هذاك اللي ما يكونش فيه لحم ولا دجاج، لكن اللي يكون فيه هكايا لحوم لازم نحافظوا على الكابويا تاعنا تقعد قطع كيما راهي. دوك نجوزو نحطوها تتقلى. الان نرجعوا للطعم تاعنا. طبعا الطعم يعني كامل تعرفوا ديروها. انا هنا راني دايره ماء والزيت، هذه الطعم تاع المشره هاي متوسطه. نبدا نشمخ هكذا بشويه فيها. نقعد نشمخو هكذا بشويه ونفتلو حتى نشوفو الطعم تاعكم شمخ مليح ولا رطب. نخلوه ينشف ومن بعد نفورو. نظن هادي الطعم تاعنا راهي تشمخت ان شاء الله. في هذه المرحلة نحبس له ونخليه ينشف. نضيف لها الحميصة طبعا كانت في المجمد شللتها برك. حميصة زي كذلك هذا الفلفل الحار. كي نشوفوا الدجاج تاعنا خلاص راح يطيب، هنا نضيفوا الكابويا. نزيدوا الكابويا تاعنا. المرق
طبعا انا الحميصه عندي راهي طيبه. تاعنا بعد ما فارت الفوره الاولى نديروا لها الملح، نشربوها بالماء. نخلو الطعم تاعنا تشرب، الخضرة تاعنا طيب. بعد ما تغلي الطعم نعاودو نديرلو كي ينشف، نعاود نديرلو الزيت ونعاود نديرو يفور هنا. من بعد نرجع لكم باش نشوفو طبق واجد في صحن التقديم. شوفو هاوليك الطبق تاعنا جاهز ما شاء الله. شوفو كيفاش جا، جا بنين بالبزاف. وللأمانة انا اضفت نصف ملعقه تاكل سكر للمرق، كي جيت باش نطفي عليه اضفت له نصف ملعقه تاع السكر. هذا السكر هذا يمد بنه هايله للكابويا. اذا لاحظتوا زمان كانت الكابويا تجي حلوه بزاف، دوكا نقصت هذيك، ما عدناش نطيحوا فيها صراحه كما تاع زمان. وهذيك نصف مغرف تاع السكر تمد قوام للمرق، ماشي راح تجيكم حلوه لكن تمد لها واحد القوام واحد البنه ما شاء الله. انا عملتها بزيت الزيتون، وانتم كيما تحبوا، اللي تحب تدير زيت الزيتون ولا تحب تدير سمن ولا زبده، الامر يرجع لكم. جربوا هذه الوصفه تاعي، شوفوا كانت بسيطه ومنظرها صراحه خياتي نشهيكم في الجنه. جربوه وقولوا لي في التعليقات، عطوني رايكم. وان شاء الله الفيديو هكا اللي ندير لكم راكم تستفادوا منهم. ما تبخلوش عليا باللايكات والتعليقات والاشتراك. نقولكم الى موعد اخر بحول الله، نخليكم في امانه وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.